السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جامعات طلاب قسم اللغة الإنجليزية للمرحلة الثالثة والرابعة. اليوم راح نشرح الفصل الرابع من كتاب University Grammar of English by Randolph Quirk. راح نشرح مثل ما ذكرت الفصل الرابع أشرح باللغة العربية أهم المتطلبات، أهم المفاهيم اللي لازم تفهمها، ويبقى عليك أنه الأمثلة والتمارين. اللي أرجو من عندكم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم بعد محاضرات عن المسرح أو الرواية أو الشعر. اكتبوا لي شنو اللي تريدوه أنزله على أكثر تعليق، يعني أكثر التعليقات اللي تحصل على موضوع معين راح أنزل به محاضرة. هسه ننتقل وياكم لشرح الفصل الرابع ونشوف شنو موجود به وشنو اللي لازم نفهمه من عنده. تعالوا وياي. مرحبا بكم مرة أخرى طلاب المرحلة الثالثة أو الرابعة، إذا كان هذا الفصل أو اليونت 4 يهمك من University Grammar by Quirk، راح تشاهده وتعرف المعاني أو تعرف كل فقرة من هذا الفصل شنو تخص وشنو تهتم. طبعا بديت أني من 4.5 يعني 4.5 المحددات أو المعرفات للإسم. طبعا ذكرت بها تتوزع المحددات أو معرفات الإسم إلى 6 أقسام رئيسية، وهذه الأقسام تتوزع بين الاسم المفرد والجمع، واسم المفرد والجمع واسم جمع يعامل معاملة المفرد. صفحة 62 عندك في الكتاب، بهاي الصفحة مخطط يوضح لك ما هي المعرفات أو المحددات وكيف يمكن استخدامها. وراح ننتقل وياكم إلى الصفحة أو القسم 4.7 والمحددات والمعرفات اللي هي الهالف والأول والبوث. هذني الثلاث محددات دائما تكون افتتاحية للجمل، وكل منها سيعامل مع حالة من حالات الاسم كمفرد أو جمع، أو اسم جمع يعامل معاملة المفرد. والجدول عندك صفحة 63 يوضح الاستخدام لهذا الشيء. أما 4.8 فتحكي عن نوع ثاني من المحددات الافتتاحية، وهي التوايس والدبل والثري والفور والفور تايمز على سبيل المثال. يمكن أن تكون هذه الأربع مفردات يمكن أو من الممكن أن تكون بمفردها في الجملة، يعني تكون بعدها، ويمكن أيضا أن تكون مع بعضها في آن واحد كما موضح عندك بصفحة 60 تسلسل 4.12 يوضح كيفية استخدام دمج الحالات اللي قلناها التوايس والدبل والثري والفور. طبعا بما أنه كلمات افتتاحية أقدر تكون وحدها أو تكون مع مجموعة، مثلا على سبيل المثال إذا كانت مدموجة، مثلا عندي the first three planes were American. شوف the first يعني يقصد بها الثري، بعدين الثاني محدد ثاني planes. بهذا المثال استخدم حالتين من المعرفات الافتتاحية للجمل أو لهاي الجملة، وهي الثري والفيرست. استخدم لي الفيرست والثري حالتين، يعني يقول لك أنه أقدر أجيب المعرف the first أو أجيب المحدد الثري بجملة واحدة. هذا المقصود من 4.12. أما 4.13 فبهذا الجزء يوضح استخدام الماني وفيو سيفرال فقط مع الأسماء التي تجمع، أما little وماتش فنستخدمها الأسماء التي تكون جمع وتعامل معاملة المفرد، يعني few several many للأسماء اللي تنجمع. مثلا الأسماء اللي تنجمع مثلا على سبيل المثال أقلام، أو مثلا على سبيل المثال دفاتر كتب وإلى آخره، نستخدم وياها الماني والفيو والسيفرال. أما الأسماء اللي لا تجمع أو الأسماء مثل اللي نقيسها باللتر والكيلوغرام والنقود، هاي كلها نستخدمها الماتش واللتر. هذا المقصود من 4.13. على سبيل المثال منطيك الشوغر والميلك، شوغر ينقاس بالكيلوغرام والميلك ينقاس باللتر،
والفلوس وأمثلة هواية هواية موجودة عندك بصفحة 66. أما 4-16 وهي الإشارة إلى الأسماء بشكل عام أو خاص، الإشارة إلى الأسماء بشكل عام أو خاص. فإذا كنت إذا أريد أستخدم اسم محدد العفو أو أميز الاسم عن بقية الأسماء راح أستخدم الذا هي محدد لاسم معين، مثل أقول the middle student الطالب اللي بالوسطة يعني أو بالنص، أو the third student الطالب الثالث. شوف استخدمت الذا، شوف هنا بالمثال أقول the students who sit near the teacher is clever، الطالب الذي يجلس بجانب المدرس هو ذكي. إذن أنا حددت من مجموعة طلاب جالسين. قايل لك استخدام ذا مثل ما تلاحظ وياي والاسم ثم عبارة وصف لإيصال فكرة كاملة عن المراد قوله وتحديده. أما الآ والآن هن المحددات أو المعرفات العفو، نستخدمهن للحديث عن الاسم المفرد بشكل عام أي بدون تحديد، أو بدون أي بدون تحديد. على سبيل المثال a cat jumped on the wall، بزونة قمزت من الحائط. على سبيل المثال نستخدم الآ إذا كان الاسم مسبوق أو يبدأ بحرف صحيح، ونستخدم الآن إذا كان الاسم يبدأ بحرف علة. قلنا بدون توصيل باستخدام المعرف آ أو الآن، استخدام الحديث بدون وصف دقيق للاسم. أما إذا أردنا نوصف هذا الاسم بشكل دقيق ونميز عن بقية الأسماء راح نستخدم المعرف ذا. أما 18 كلمات عامة وصفة معرفة بذا لتكون أسماء رئيسية في الجمل، وتنقسم إلى جمع شخصية. مثلا the French nation يعني كلمات عامة أو كلمة أسماء دول، مفرد أو اسم جمع يعامل معاملة المفرد. مثلا the evil that which is evil على سبيل المثال باستخدام الذي مثل ما قلنا. وين تقدر تطلع على جدول بصفحة 70 منطيك هواي من هاي الاستخدامات، يعني كلمات عامة نستخدمها لأشياء عامة نستخدم لها الذي. أما 4-19 أسماء جمع تعامل معاملة المفرد، أسماء جمع نعاملها معاملة المفرد. وهذا القسم راح يوضح لي ب4-19 التحدث بشكل عام عن الأسماء التي تجمع والأسماء التي تكون جمع وتعامل معاملة المفرد. فإذا كان الحديث بشكل عام تستخدم بدون ذا، يعني بدون المعرف ذا. أما إذا كان بشكل مخصص راح نستخدم لها الذا. 20 و 21 و 24 هي إعادة توضيحية لإشارة الحالات الخاصة والأسماء اللي لا تحتاج إلى محددات ومعرفات أو معرفات، يعني ما تحتاج إلى معرف أو محدد. مثلا وعدي ننتقل إلى 4-31، وهذا القسم جدا جدا مهم يا طلاب لازم تركزون عليه، مخصص الأسماء الثابتة والأسماء المتغيرة. الأسماء الثابتة المفرد تنقسم إلى اسم جمع يعامل معاملة المفرد ملموس، يعني اسم جمع عامل معاملة مفرد ملموس، مثل عندي gold ذهب، iron حديد، concrete يعني الكونكريت الصب، هذا اسم جمع وأقدر ونعامله معاملة مفرد. اسم جمع يعامل معاملة المفرد شعوري، يعني مثلا الميوزك الأغاني، ما أقول ميوزكس أغاني، كل ميوزك، أو مثلا feeling مشاعر وإلى آخره. اسم العلم أيضا مثلا أحمد وعلي وإلى آخره. اسم مفرد يحتوي على أس مثل نيوز، هذا هم نفس الحالة نعامل معاملة مفرد، أسماء نعاملها معاملة مفرد. إذن عندي 4 الملموس
وش الاسم الملموس نعامله معاملة مفرد، الاسماء الشعورية نعاملها معاملة المفرد، الاسم العلم نعامله معاملة مفرد، اسم يحتوي على اسم مثل النيوز، كلمة النيوز ايضا اقول the news is appeared now. الاسماء الثابتة للجمع وتنقسم، عندي اسماء ايضا اعاملها معاملة المفرد او هي اصلها جمع، مثلا اسم يحتوي على جزئين مثلا سيزرز المقاس، اسم يحتوي على اس مثل ثانكس تشكرات، اسم علم يكون جمعي مثل the Netherlands يعني اسم علم ايه، اسم جمع غير محدد كاتل، صفة شخصية تستخدم كاسم رئيسي مثل the rich الأغنياء، هذين يكون أسماء جمع. الحالة الثانية بعد ما عرفنا المفرد ذني أعامل المعاملة جمع، مثلا على سبيل المثال the Caesars are أو thanks are أو مثلا the Netherlands are the castle are the rich are وهكذا. اما اسماء متغيره يعني اسماء تكون مفرده وجمع، مفرده وجمع، مثل اسم جمع قياسي بوي وبويز، بوي مفرد ضفت له اس اصبح جمع. اسم يتغير من الناحيه الصوتيه مثل كوف كوف كيف كوز، شوف حولت الاف الى في هنا نتغير من الناحيه الصوتيه. اسم يتغير به حرف العلة مثل فوت فيت، هاي الأسماء الشاذة، جمع الأسماء المفرد والجمع الأسماء الشاذة. اسم يجمع بإضافة الـ EN مثل أوكس أوكسن، اسم لا يتغير عند الجمع مثلا شيب مفرد غنمة، شيب نفس الحالة أغنام، ولكن أغير بالإز والآر للجمع والمفرد. أسماء أجنبية أي دخيلة على اللغة الإنجليزية ويكون جمعها كالآتي، يعني أسماء مستنبطة مأخوذة من دول من أخرى ونجمعها كالآتي، مثلا الاسم الذي ينتهي بيو اس مثلا راديوس رادي بإضافة الإي، نحول اليو اس إلى آي، نحذف اليو اس ونضيف آي. اسم ينتهي بي اي عند الجمع يتحول الى اي اي، شوف اذا انتهى بالاي نحول اي اي، لافا لافي لارفي لارفي لارفا لارفي. اسم ينتهي بيو ام عند الجمع يتحول اليو ام الى اي، مثلا ستريتوم ستريتا الجمع مالته. اسم ينتهي باي اكس او اي اكس عند الجمع، نريد نجمع هذا الاسم نحول الاي اكس او الاي اكس الى اي سي اي اس، مثل ماتريكس ماتريسز ماتريكس ماتريسز. اسم ينتهي بالاي اس عندما حول الى جمع اي اس، مثلا ثيسز نظريه او اطروحه جمعها ثيسز ثيسز ثيسز، فقط حولت الاي الى اي وضفت الاس. اسم ينتهي ب او ان عندما احوله الى جمع اضيف احذف الاو ان واضيف اي، مثلا كريتيريان راح تصير كريتيريا، كريتيريان جمعها كريتيريا. اسم ينتهي ب اي ايو من اريد اجمعه لازم احول الاي اي يو الى اي اي يو اكس، اي اي يو اكس مثلا تابليو تابليو اكس تابليو تابليو اكس. اسم ينتهي ب او من اريد احوله الى جمع احذف الاو واضيف اي، مثل تامبو تامبي تامبو تامبي. اسم أساسي عند الجمع يضاف له اي ام، مثلا كروب كروبم كروب كروبم.
اسم لا يتغير من ناحية الكتابة فيبقى كما هو عند الجمع تشاسس تشاسس نفس الحالة. واكو أمثلة يعني هواية هواية موجودة عندك صفحة 81 تسلسل 4 32 إلى صفحة 89 تسلسل 4 56. طبعا ذني شارحين من كل واحد وبشكل مفصل كل اللي حكيت عنه أسماء المفرد والجمع كلها مشروحة من 432 إلى 456 يعني من صفحة 81 إلى 89. ننتقل وياكم إلى تجانس الأسماء 458 4.58 تجانس الأسماء وأنواعها. بهذا الجزء تنقسم الأسماء إلى قسمين رئيسيين، أسماء الكائن الحي وأسماء الجماد، ومن هذا المنطلق راح يكون التركيز على تقسيم الكائنات الحية حيث تنقسم إلى قسمين رئيسيين أيضا هما أسماء شخصية أي تابعة للإنسان فقط وأسماء لباقي الكائنات الحية، وترتيبها راح يكون مثل ما راح نقرأ حاليا. اسم شخصية، اسم شخصية أي للإنسان وتنقسم إلى مثلا اسم المذكر مثل أنكل يعود له الضمير هو أو هي، اسم مؤنث مثل أنت ويعود لها الضمير هو أو الضمير شي، اسم مشترك بين المذكر والمؤنث مثلا عندي دكتور تيشر واللي يرجع له يا أما هي أو شي أو هو من حيث الضمان، اسم شائع يعود له ضمير هو أو هي أو شي مثل بيبي يرجع له ضمير هو أو هي أو شي إذا كان للإنسان، أما إذا للحيوان فيرجع للضمير it أو which، يعني الاسم الشائع للحيوان راح نقول عليه أما it أو which. الاسم الشائع يستخدم للإنسان والكائنات الحية الأخرى وكل قسم يأخذ ضمير منسوب إليه مثل اسم جمعي يعني مثل كلمة family هي عائلة ولكن تحتوي على عدة أشخاص، هذا الاسم يكون مشترك بين الإنسان والكائنات الحية، فإذا كان للإنسان نأخذ الضمير they، وإذا كان للحيوان نأخذ الضمير it أو which مثلا the cows family أو يعني أو the sheep family عائلة الأغنام، أو أقول مثلا فراس فاميلي عائلة فراس راح استخدم لها الضمير they أو هو، وإذا كان الكائنات الحية نأخذ الضمير it و which. أما القسم الثاني اللي هي الأسماء الخاصة بالكائنات الحية، كائن حي مذكر من الطبقة العليا مثل doll يأخذ الضمير it which إذا كان التعامل معه بشكل عام، أما إذا كان التعامل معه كمعاملة الإنسان فراح نخليه الهي والشي. يعني على سبيل المثال إحنا شايفينهم بالدول الأجنبية مثلا يقول the cat is coming she is well استخدمها ضمير شي، ليش؟ لأن عاملها معاملة الإنسان. أما الأصل هو أما it أو which. كائن حي مؤنث، كائن حي مؤنث من الطبقة العليا مثل cow ويأخذ الضمير it أو which إذا كان غير شخصي، أما إذا كان التعامل معه كشيء شخصي يعني معاملة إنسانية راح نستخدم لها الشي والهو. أسماء الدول أو أسماء عالمية مثل فرنسا إذا كان التحدث عن موقع جغرافي على الخريطة تأخذ الضمير it أو which، أما إذا كان التحدث عن طبيعتها وحضارتها ومجتمعها فنأخذ لها الضمير شي وهو، ونفس التعامل سواء كان دولة أو اسم مشهور آخر مثل سفينة تايتانيك أو غيرها، إذا كان أريد أتحدث عن السفينة فراح أقول عليها it، وإذا أكون أتحدث عن طبيعتها وشلون غرقت بالبحر راح أقول شي. أسماء الحيوانات من الطبقة السفلى مثل الأنت تأخذ الضمير which و it يعني الحشرات وأسوالف، الحيوانات المتوحشة والحشرات والقوارض أي الكائنات الحية المضرة تأخذ الضمير it أو which. إذن أنت أخذ نظرية أنه هذني الضمائر اللي أضيف للكائنات الحية من الطبقة العليا إذا كانت تعاملها معاملة الإنسان أقدر أستخدم لها الضمير it أو which أو he she والضمير هو، أما القوارض والحشرات والحيوانات المتوحشة راح نستخدم لها الضمير نعاملها معاملة جماد ما نعاملها معاملة إنسان.
أما الكائنات الحية الأليفة مثل ما تشوفها قدامك والجميلة المحبوبة من قبل الإنسان، يمكن استخدام الضمير الذي يشار إليه إلى الإنسان به مثل هي والشي والهو تعبيرا عن العاطفة لهذا الكائن. أخيرا الكائنات الغير حية الجماد مثل البوكس تأخذ الضمير it which. بعد ما قسمت الأسماء إلى عدة أقسام سنبدأ بتحليل كل قسم من هذه الأسماء المذكر والمؤنث وتفاصيل أخرى عنها. فأسماء المذكر والمؤنث 459 باللغة الإنجليزية تكون على شكل قسمين. القسم الأول هو اختلاف اسم المذكر عن المؤنث ويسمى ب Morphological and Marked Gender. اختلاف الاسم المؤنث عن المذكر راح نسميه Morphologically and Marked Gender. ويتضمن هذا القسم اسم مذكر يختلف جذريا عن اسم المؤنث مثل brother اخ، اذا اريد اقول اخت sister، شوف اختلف جذريا. والاسماء موجودة بنهاية صفحة 90 تحفظ عن ظهر قلب، راح تلقاهن اسماء يجيبوكم منهم ويقول لك اريد morphologically and marked gender، راح تقول له brother and sister. القسم الثاني هو أسماء مذكر مأخوذة من جنس المؤنث أو مؤنث مأخوذ من جنس المذكر. أغلب الأحيان تسمى هذه الحالة ب morphologically marked gender، يعني محدد. مثلا على سبيل المثال القصد من العبارة هو الدلالة على أن المؤنث والمذكر مأخوذ من بعضهما أي مستأصل. مثلا عفو برايد جروم المؤنث مالته برايد، ديوك داتشيز، شوف مأخوذ من نفس الجنس مالت الاسم. والأسماء موجودة صفحة 91 لازم تنتبه عليها. فمن يجيب لي سؤال مورفولوجيكلي ماركت جندر أنا عندي موجودة الأسماء حافظها من صفحة 91. أما 64 فهذا القسم يتضمن أسماء مشتركة بين المذكر والمؤنث فيكون لكلا الجنسين العفو يكون لكلا الجنسين اسم واحد، وللتمييز بينهم يسبق هذا الاسم باسم مذكر. مثلا student طالب هذا مشترك، يجب أن يكون man student women student، يعني ولد طالب أو البنت طالبة، friend boyfriend لو girlfriend، أقول boyfriend لو girlfriend حتى أحدد. نكتفي بهذا القدر من المحاضرة، أتمنى الاشتراك بالقناة حتى أكمل لكم الفصل الرابع وشرح الفصل الرابع لهذا الكتاب مال روندو في كويرك University Grammar of English. أتمنى الاشتراك بالقناة، أشدد عليكم وعلقوا لي شنو اللي تريدونه بالمحاضرة. تقبلوا تحياتي الأستاذ وهب المولى.